نصلي اليوم الأحد 28 من زمن السنة العادي. اللي يحب يعترف يا أبونا خارج المزار لسماع الاعترافات. إذا كنت للأسامي راصدا يا رب، يا رب من يثبت غير أن لديك المغفرة. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، نتذكر خطايانا ونندم عليها لكي نكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم أديمة الباتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Yeah.
لنصلي. أيها الإله السميع المجيب، نسألك أن تبادرنا وتصحبنا بنعمتك دائما، وأن تنبهنا إلى صنع ما هو صالح، وتساعدنا على متابعته. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءات صفحة 560. القراءة الأولى قراءة من سفر الحكمة. تمنيت فأوتيت الفطنة، ودعوت فحل علي روح الحكمة، ففضلتها على الصوالجة والعروش، ولم أحسب الغنى شيئاً بالقياس إليها، ولم أعدل بها الحجر الكريم، لأن جميع الذهب بإزائها قليل من الرمل، والفضة عندها تحسب طيناً، وأحببتها فوق العافية والجمال، واتخذتها لي نوراً لأن ضوءها لا يغرب، فأتيت معها كل صنف من الخير، ونلت من يديها غنى لا يحصى. كلام الرب. فتبلغ الحكمة قلوبنا، عد يا رب فإلى متى، وأشفق على عبادك. رنموا لربي ترنيما جديدا، رنموا لربي يا جميع الأرض. أشبعنا في الصباح من ودادك، فنفرح ونبتهج طوال أيامنا. أردد علينا بالسرور الأيام التي أذقتنا فيها العناء، والسنين التي رأينا فيها الشقاء. رنموا لربي ترنيما جديدا، رنموا لربي يا جميع الأرض. وليكن صنيعك لدى عبادك بينا، وليكن جلالك لأبنائهم معلنا، ولينزل إنعام إلهنا علينا. ربنا يسر لنا عمل أيدينا، أيد ما عملت أيدينا. رنموا لربي ترنيما جديدا، رنموا لربي يا جميع الأرض. إن كلام الله بوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. القراءة الثانية قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. إن كلام الله حي ناجع،
أمضى من كل سيف ذي حدين، ينفذ إلى ما بين النفس والروح وما بين الأوصال والمخاخ، وبوسعه أن يحكم على خواطر القلب وأفكاره. لا يخفى عليه خلق، بل كل شيء عار مكشوف لعينيه، وله يجب علينا أن نؤدي الحساب. كلام الرب. القديس مرقس الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان، وبينما يسوع خارج إلى الطريق، أسرع إليه رجل فجاث له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لما تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تظلم، اكرم أباك وأمك. فقال له: يا معلم، هذا كله حفظته منذ صباي. فنظر إليه يسوع فأحبه فقال له: واحدة تنقصك، اذهب فبع ما تملك وأعطيه الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى فاتبعني. فاغتم لهذا الكلام وانصرف حزينا، لأنه كان ذي مال كثير. فأجال يسوع طرفه وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ملكوت الله على ذوي المال. فدهش تلاميذه لكلامه، فأعاد يسوع لهم الكلام، قال: يا بني، ما أعصر دخول ملكوت الله لأن يمر الجمل من ثقب الإبرة أيسر من أن يدخل الغني ملكوت الله. فاشتد دهشهم، وقال بعضهم لبعض: فمن يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: هذا شيء يعجز الناس، ولا يعجز الله، إن الله على كل شيء قدير. وأخذ بطرس يقول له: ها قد تركنا نحن كل شيء وتبعناك. فقال له يسوع: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أم أو أب أو بنين أو حقول من أجل وأجل البشارة إلا نال الآن في هذه الدنيا 100 ضعف من البيوت والإخوة والأخوات والأمهات والبنين والحقول مع الاضطهادات،
ونال في الآخرة الحياة الأبدية. كلام الرب. النهارده بنصلي القداس من مزار العذراء، ومعانا كمان بيصوروا قناه النورسات، والمدرسه كمان موجوده معانا والاطفال. يا معلم ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ قراءات هذا الاحد كلها بتكلمنا عن فضيله الحكمه اللي بتيجي من عند الله. سمعنا القراءة الأولى بتقول: تمنيت فأوتيت الفطنة، ودعوت فحل علي روح الحكمة، ففضلتها على الصوالج والعروش، ولم أحسب الغنى شيئا بالقياس إليها. والإنجيل بيكمل في نفس الموضوع، موضوع فضيلة الفطنة أو الحكمة. كيف الإنسان المسيحي يكسب فضيلة الحكمة أو الفطنة اللي بتتكلم عنها القراءة الأولى؟ من حاجتين: التواضع والصلاة. التواضع والصلاة. بتقول القراءة الأولى: تمنيت فأوتيت الحكمة، صليت فحل علي روح الحكمة. وسمعنا في الإنجيل أنه النهاردة في الشاب الغني بيسأل المسيح: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ كمان بيقول الإنجيل في بدايته أنه الشاب أسرع فجثى عند يسوع أو تحت ركبتي يسوع. الشاب النهاردة بيمثلنا كلنا. كلنا بنجري، بنروح عند يسوع، بنقول له: أيها المعلم الصالح ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية؟ الشاب كان بيدور على إرادة الله، وإحنا كمان كلنا بندور على إرادة الله. لكن لما بنكمل قراءة الإنجيل بنشوف إنه بيقولنا الإنجيل إنه بعد المسيح ما قال له أو ما سأله: حفظت الوصايا؟ قال له: أحفظت الوصايا. قال له: فاضل واحدة كمان ناقصة، اذهب وبيع كل ما تملك واعطيه الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى فاتبعني. بيقول الإنجيل: فاختم أو فحزن لهذا الكلام، وانصرف حزينا لأنه كان ذي مال كثير. حزن، زعل، وانصرف من عند المسيح، مشي، ما قعدش يكمل معاه. إحنا ممكن نكون في النص، لأن كلنا بنروح عند المسيح بنقول له: يا معلم ماذا نعمل لنرث الحياة الأبدية؟ وبنقدم حياتنا لربنا، لكن بيفضل دايماً في إشي ناقص، إن إحنا نقدم إرادتنا للمسيح. الشاب زعل لأنه المسيح قال له: اذهب وبيع كل ما تملك وتعالى واتبعني. وإحنا يمكن ما نكونش عندنا إيش نبيعه، بس مجرد إن إحنا نترك الإرادة عندنا أكيد بنزعل، نتخلى عن رأينا، أو إن إحنا دايماً رأينا هو اللي بيمشي. بيقول الإنجيل: فاختم فحزن لهذا الكلام، وانصرف حزيناً لأنه كان ذي مال كثير. وكما الإنجيل النهاردة بيكلمنا عن، أو موضوع الإنجيل، موضوع الدعوة، نعمة الدعوة، إن الله بيدعو جميع البشر، والبعض بيقبل دعوة المسيح والبعض بيرفض الدعوة. دعوة المسيح إن إحنا نتبع المشورات الإنجيلية خصوصاً في الحياة المكرسة. الله بيدعو جميع المعمدين إلى اتباعه من خلال التكريس، إن هم يكرسوا ذاتهم لله، أو من خلال إن هم يعيشوا الحياة العائلية في سر الزواج، وإن هم يقدسوا أنفسهم من خلال الحياة الزوجية وتربية الأولاد. كلنا كمسيحيين مدعوين للقداسة، كلنا مدعوين للقداسة، وكلنا عندنا الهدف إن إحنا نوصل، أو هدفنا إن إحنا نوصل كلنا للسماء. وأكيد كمان في صعوبات في حياتنا بتواجهنا، كلنا في صعوبات بتواجهنا، لكن غايتنا كمسيحيين أو هدفنا كمسيحيين إن إحنا نوصل للسماء، إن إحنا نوصل للقداسة.
وبنوصل السماء من خلال ان احنا نتبع تعليم المسيح، ليس فقط من احنا نتخلى عن الخيرات الماديه، لكن في شيء تاني عشان خاطر نوصل السماء، هو ان احنا نتخلى عن الاراده، نتخلى عن ارادتنا. وارادتنا بتظهر خلال حياتنا اليوميه او خلال معاملتنا مع الناس، في كل شيء احنا بنعمله مرات ونرفضه او ما بنقبلوش بسرعه بحسب ما ربنا عايز. في صلوة حلوة بتقول، أو في جملة كان بيقولها دائما القديس فرانسيس الأسيزي: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وأول شيء بيطلب منا ربنا هو إحنا نتخلى، ومش نتخلى بس بالكلام إن إحنا نقول بنتخلى، لكن نتخلى كمان خصوصا في يمكن أعز شيء عندنا هو إرادتنا البشرية، إن إحنا نقبل وصايا الكنيسة، إن إحنا نقبل تعليم الكنيسة، إن إحنا نقدم حالنا لله. النهاردة بنصلي بنوع خاص من أجل جميع المرضى في الرعية، وكمان بنصلي بنوع خاص من أجل بحضور أولاد المدرسة، من أجل أطفال المدرسة، هايهم موجودين كلهم، إنه المدرسة كمان تكمل دايماً للأمام، وإنه زي ما كانت المدرسة بأطفالها موجودين يفضلوا كمان موجودين ويكملوا. نقول مع بعض قانون الإيمان: نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، كان كل شيء، الذي من أجلنا أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي الروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن، الذي به الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أيها الآب القادر على كل شيء، قد بلغ من حبه للعالم إنه أرسل إلينا ابنه الوحيد يسوع المسيح، فلنرفع إليه صلاتنا أيها الإخوة في يقين وثقة. من أجل أن يكون المال عندنا وسيلة لا غاية وأداة لصنع الخير نكتسب بها عند المسيح أجراً، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن نضع مال الأرض ومتاع الدنيا في الموضع الصحيح وأن نسخر ما عندنا لخدمة المسيح، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل ألا يحمل الناس من بضاعة الدنيا ما لا يصلح لملكوت الله وألا تضيع معالم الملكوت فيما يحملون، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أغنياء الدنيا ليبحثوا عند المسيح عما يكونون به حقا أغنياء وعما يرثون به الحياة الأبدية، فلا حزن ولا اكتئاب، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل أن تعلمنا السيدة العذراء الزاهدة الكبرى كيف نزهد من أجل المسيح بأنفسنا وبدنيانا مثلما زهدت، وكيف نطرق باب الملكوت أحرارا من كل قيد مثلما طرقت، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. من أجل طلباتنا الخاصة، إلى الرب نطلب: استجب يا رب. أيها الإله الأزلي القادر على كل شيء، يا من توصينا بأن نعد الطريق للمسيح ربنا، لا تسمح لأي ضعف بأن يحبط مسعانا في انتظار مجيء الطبيب الإلهي المسيح ربنا.
يا سيدي بارك مائدتنا، صفحة 261. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل منكم الذبيحة من يديه لمدح اسمه وتمجيده ولخيرنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. تقبل اللهم دعاء المؤمنين وقرابينهم وبحق شعائر عبادتنا وتقوانا هذه، امنحنا أن نصير يوما إلى المجد السماوي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، فإنك رب السماوات والأرض وسيد الأيام والظهور ومنشئ الأزمنة المؤقتة والفصول المحدودة. أنت الذي خلقت الإنسان على صورتك ومثالك، والذي إليه وكلت المعمورة وما فيها، حتى إذا تسلط على جميع الكائنات وفق تدبيرك الحكيم أشاد بمجدك كل حين
وسط عظائم الخلق العجيب بالمسيح ربنا. لذلك إننا ننضم إلى الملائكة مسبحين وقلوبنا يغمرها الابتهاج وبملء أفواهنا قائلين: قدوس 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 الرب الإله صاغر السماء والأرض مملوءة من مجدك حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك، ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن كاسرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى لم ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وانعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروح القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح، ليجعل منا الروح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والدة الإله، خطيبها القديس يوسف،
ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس بطريركنا بير باتيستا وجمع الأساقفة وسائر الكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نصلي ونقول: أبانا الذي في السماء نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. في محبة المسيح تبادل السلام. إِنَّ
هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة تغرى نفسك. يا خبز الحياة، صفحة 387.
وقلوبنا وبيوتنا لمريم العذراء سيدة الجبل. تحت ستر حمايتك لنصلي. نبتهل إليك متضرعين يا رب الجلال كي تنظر إلى من تغذيهم بالجسد والدم الكريمين وتجعلهما شركاء في الطبيعة الإلهية بالمسيح ربنا. قبل البركة بحب أشكر قناة النور ساد لأنه دايماً هم على استعداد بيجوا على العنجرة حتى لو المسافة بعيدة، بس أول ما طلبنا وحكينا معهم هم مستعدين يجوا دائما، فبنشكرهم وبنصلي لهم انه كمان يكملوا رسالتهم في محبه وفي سلام. وكمان بحب اشكر المدرسه خصوصا ممثله في المديره والمعلمات كلهم النهارده موجودين، الكورال وكل اللي شارك في القداس. الرب معكم، بارككم الله القادر على كل شيء، الاب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام المسيح. يا أمنا يا أمنا، صفحة 482. يا أمنا باليسر والسعة، يا